القدس أحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد دخول المسيح أرض مصر. دايما يجي 1 يونيو. وأنا الحقيقة يعني نتيجة الظروف اللي في مصر عايز أسأل سؤال ونحاول نجاوب عليه مع بعض. ليه المسيح اختار إنه هو يهرب لأرض مصر؟ على الرغم من إن اللي بيدرس فيكو كتاب المقدس يلاقي إن المسيحية لما قام عليها الاضطهاد اليهودي وقبل خراب أورشليم بدل ما ينزلوا تحت للجنوب زي ما عمل السيد المسيح طلعوا فوق للنورس وراحوا أنطاكيا ودعي المسيحيين الأول مرة مسيحيين فين في أنطاكيا. لكن ليه السيد المسيح اختار إنه هو ينزل ويروح لأرض مصر؟ أكيد ربنا ما بيعملش حاجة كده. يعني أكيد ربنا لما بيختار إنه هو يعمل حاجة بيعملها الهدف. الإجابة الأولى للسؤال دوت إن ده تحقيق للنبوات. يعني أشعياء 19 مبارك شعب مصر ويكون مذبح للرب في أرض مصر وهوذا الرب يأتي لمصر على سحابة خفيفة. كل دي نبوات. ومن مصر دعوت ابني. كل دي نبوات بتؤكد ان السيد المسيح جاي لمصر. لان السيد المسيح ما جاش مصر هربا من هيرودس لانه هيرودس ده كان امره سهل. كان يقدر يموته. وكان يقدر يخلي جنود هيرودس ما يشوفوهوش. وحصلت مع 2. يعني في 3 انقذوا من بطش هيرودس. مين هم 3؟ يوحنا المعمدان اللي خطفوا الملاك حطوا يوحنا خدوا عند المسبح وقالوا انا خدته من هنا وحطوا هنا فالملاك خدوا وده البرية. وناس نائيل اللي قالوا المسيح وانت تحت التينة قد رأيتك. طبعا دي قضية دي لما ان هو امه تهربوا من الملك وكده دي مشكلة. فعشان كده ده كان سر ما حدش يعرفه. عارفين لما يكون أم كده عندها سر وتقوله لابنها وابنها يخبي السر ده ما يقولوش لحد أبدا. يعني فكانت حاجة زي كده. فالمسيح أول ما قال له وأنت تحت التينة رأيتك نسنائيل إيه سلم. فكان في طرق إن هو ما روحش مصر وإن هيرودس لا يمد يده إليه. كان ممكن يعني. لكن هو جه مصر. جه مصر فعلا عشان يبارك مصر. يعني يوحنا الحبيب بيقول إلى خاصته جاء وخاصته لم إيه لم تقبله. خاصته اللي هم شعب إسرائيل. ولما جه وما قبلوش ذهب إلى إيه لمصر. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول إن هو جه لمصر يباركها وقبل زيارة المجوس من بلاد فارس. مصر وبلاد فارس في الوقت ده كانوا أكبر مركز لعبادة الأوثان. يعني كانوا الاتنين دولت ما شاء الله يعني حاجة. وتخيلوا الشعب اليهودي قاعد في عبودية في مصر قد كده. يعني أول عبراني يرجع مصر كده باختياره هاربا. طبعا ممكن يكون كان في عبرانيين بينزلوا مصر للتجارة وغيره يعني كعلاقات. وإحنا شفنا الموضوع ده في سفر أرميا كتير إن كان كتير من الشعب بيقولوا إن إحنا نتكل على مصر يعني. لكن أكيد إن مجي المسيح لمصر مش زي ما بعض الأوقات بنقول كده من أجل المجاملة السياسية إن ده تميز لمصر ولا إن مصر على رأسها ريشة ولا أي حاجة. ده هي بالعكس. دي مصر كانت وثنية وظروفها صعبة. ولما جه لمصر مصر ما رحبتش بيه. يعني المسيح لما جه مصر مصر ما قالولوش يا سلام أنت هنا في الملجأ والأمان زي ما كتبوا في المطار أدخل إلى هذا البلد أمنا ولا ما عرفش بيكتبوا إيه كده. ما حصلش. ده المسيح نزل من أول ما نزل والمطار ده بتاعته يخش البلد الأوسان تقع والأوسان تقع يقوموا يدوروا مين الجديد اللي في البلد ديت اللي الأوسان وقعت بسببه يلاقوا العيلة ديت يجروا وراهم يقوموا العيلة دي إيه تهرب. وتن المسيح مطارد لما بارك كل أرض مصر بحريها وإيه وقبليها بنيلها بكل ما فيها. ودي كانت لبركة. أنا بتخيل النهاردة اللقباط في مصر هم عاملين زي المسيح لما جه هربان لمصر. هل هو جه هربان عشان يحتمي بمصر؟ أبدا. ده هو جه عشان يبارك أرض مصر. وأنا افتكر دايما الله يقدس روح البابا شنودة لما كان يروح في أي
جامعة يدي محاضرة أو أي كنيسة يقول لهم بصوا أنا هقول لكم حاجة، الكنيسة الوحيدة اللي زارها السيد المسيح برا كنيسة أورشليم هي كنيسة مصر، ما راحش أي حتة تانية غير كنيسة مصر، وده فخر لينا، وده يدل على إن اللي بيحلموا بإزالة المسيحية من مصر دولت هم إيه هيحصلوا بعض، هيحصلوا بعض، هم أنت عارفينهم يعني. كل اللي بيدعبوا هذا الحلم هو طبعا بيحكم على نفسه، لأن الآية واضحة وإحنا عندنا ضمانات إن اللي يقوم عليك أنت تحكمين إيه عليه. فكل يعني أنا بشوف كده إن المسيح أما جه مصر هو زرعنا إحنا في مصر، قال إن أنا ليا شعب في هذا المكان، وقال إن الشعب ده ما حدش هيقدر عليه، لأن الشعب ده هو سر بركة هذا المكان. لذلك أنا في عيد دخول المسيح أرض مصر أنا بحس بنوع من الأمان والإطمئنان إن إحنا المسيح بنفسه شخصيا جه وبارك المكان دوت. ده إحنا عندنا وعود في أديورة وكنائس متدشنة إن اسم المسيح واسم القديس اللي اتعمل عليه الكنيسة دي بالذات الهضرة يدوم إلى الأبد. يعني مثلا لو خدنا في برضو بمناسبة زيارة المسيح لأرض مصر كنيسة العذراء اللي في المحرق، لما جه البابا توفيلوس 23 عشان يدشن الكنيسة دي العذراء ظهرت له قالت له انت بتعمل ايه؟ قال انا دشن الكنيسة. قالت دشن الكنيسة ازاي؟ ده ابني دشنها، ده ابني دشنها، عشان كده بيعملوا فيها قداس كل يوم وقداس بالايه؟ بالإبطي. وفي أديورة كتيرة حصل فيها هذه النبوات إن العذراء تظهر مثلا وتقول إن هذا المكان يدعى اسمي عليه ويكون عامرا إلى الأبد. يبقى النهاردة الناس اللي بتحلم بشرق أوسط بدون مسيحية نقدر نقول لهم إن أنتوا إيه بتكتبوا نهايتكم بإيديكم. مش أنا بتكلمش بعنف ولا بتحدي ولا بحاجة، لكن أنا أقرأ في عمل الله، عمل الله إن المسيح شخصيا لما تجسد وهو طفل الزيارة الوحيدة الخارجية اللي عملها إن هو جه إيه بارك مصر، وبيدخوله إلى مصر تباركت مصر وسقطت أوسان مصر وتحققت نبوات العهد القديم من إيه من مصر، من مصر دعوته إيه ابني. لذلك إحنا النهاردة الحاجات دي بتدينا طمأنينة وبتدينا إحساس ان احنا دايما نعيش الايه اللي بتقول ان كان الرب معنا فمن ايه علينا، مهما كان ومهما شفنا الشر احنا بنضعف لما نبص للشر ما نبصش للخير، ولما نبص لقوه الشيطان ما نبصش لقوه ربنا اللي معانا فبنضعف. لكن لو شفنا ايد ربنا حتى في اليوم اللي وصل فيه الاضطهاد زي أيام ريانوس ودقلديانوس والعساكر نفسهم هم اللي زهقوا من قتل المسيحيين، لكن إيه عارفين حد فيكم عارف القصب بيتزرع إزاي وبيتعمل فيه إيه؟ العقلة، وكل ما تقطع يطلع لك إيه؟ يطلع عقود تاني، كل ما تقطع في لغاية فين؟ لغاية تحت خالص ويطلع لك إيه؟ خلاص طالما القصب اتزرع في الارض دي كل اللي تعمله ان انت تيجي ايه تحصد منه بس. فكأن مصر بكل الالام والاضطهادات اللي فيها دي بتقدم قديسين للسماء، كل شويه تقدم قديسين وتقدم شهداء دولت يبقوا علامه حلوه ورائحه بخور زكيه مقبوله قدام ايه ربنا. فياريت ان زياره المسيح لارض مصر اللي احتفلنا بيها النهارده تكون سر تعزية وسر قوة، لأن عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا جه وبارك هذه الأرض. وانتوا سمعتوا البابا شنودة لما جاله واحد بيقول له نعمل مشروع نعبي أزاز الأردن، أنا عندي منها على فكرة أكتر من حد جابها لي، ماء بتاعت الأردن دي لا ما اشتريتهاش مش كده وبيعملوها في فيري نايس باكجينج يعني وحاجات شيك قوي. فالمسيح قال له ده اتعمد فيها لكن قاعد يشرب في نهر النيل ايه 3 سنين، فقد ايه البركه اللي احنا ايه خدناها. فيعني دي كلمه كده في المقدمه علشان ان شاء الله يوم السبت تروحوا ايه تنتخبوا مش كده، ومتهيالي المره دي العمليه سهله مش صعبه.
نعم. أنا سمعت عاملين 20,000 عسكري ومش عارف. إيه؟ الراجل طيب يا جدعان. العالم المشكلة في الحكم اللي قدام ربنا. يعني انتوا بتدوروا على يعني واحد عنده حاجة و80 سنة يعني اللي هيحكموا عليه بإيه يعني. لكن انتوا عارفين المثل اللي بيقول ماذا تفعل النعجة سلخها بعد ايه ذبحها؟ هتفرق ايه معاه يعني؟ مش هتفرق معاه حاجة. لكن هو المهم يعني لو هو بيفكر يفكر في الحساب بتاع الأبدية. لو هو كان ليه يد في أي عمليات اضطهاد أو عمليات حرق كنائس أو أي الحاجات دي، دي بقى محتاجة توبة عند ربنا. هيتوب عند مين؟ تقولوا ترنيمة إيه؟ تعال إلينا، تعال إليه. حد عارفها دي؟ طيب حاجة عايزينها كلكم يعني، معلش يلا حاجة كلكم تقولوها، ما نرتلش خالص. دخول المسيح عرضه. المهم نكون عارفين، هو تراتيل كتير قوي، في آلاف الترانيم، بس المهم ان احنا نكون عارفينهم. نقول كنيستي أرجو لك من عزة الإله. دي تمشي مع الكلمة اللي قلناها. كنيستي أرجو لك من عزة الإله خلاص كل الشعب بيا سفينة نجاة عود يا إلهي وطلع وانظر من السماء تهد القرى ما تبل خزبي وبنما ليحفظ الرب لك عهدا على الدوام ولأملأ لي له أبرجك بالسلام عود يا إلهي وطلع وانظر من السلام
تهد الكرمة تبل خزبي وبالنما أطلب راحة لك في قصرك الرحبي دوما لأجل إخوتي والأهل والصحبي عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء تعهد الكرمة تبل خزبي وبالنما من أجل بيت الله هو أطلب لك الخيرات ملتمسا فوزا لك من مصدر القوة عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء تأهد الكرمة تبل خزبي وبالنما أنت إلهنا القوي المنجد المعين عونك ملجأ لنا وحصننا الحصين عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء تأهد الكرمة تبل خزبي وبالنما بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. نتابع دراستنا في سفر التثنيه الاصحاح الثامن. سفر التثنيه احنا قلنا ان هو سفر عهد بين ربنا وشعبه، وربنا في محبته للانسان اعطاه وصيه، والوصيه دي قلنا ليست تقييد لحريه الانسان ولكن لاجل ان تحضر الانسان الى الله، وكل ما الانسان يتمثل بالوصيه كل ما يقترب من الله. عايز اقول حاجه قبل ما نبتدي الاصحاح ده. لو اب بيحب ابنه قوي ويجي ابنه للسن اللي يروح فيه المدرسه يقول له بابا بلاش المدرسه، ما انا مبسوط في البيت قاعد عندي الاكس بوكس وقاعد عندي الفيديو وقاعد العب، ليه المدرسه؟ واذاكر واعمل هوم وورك واعمل اساينمنتس وارجع وبعدين امتحن واذاكر وبخاف من الامتحان، ليه يا رب كده؟ ليه يا بابا كده؟ يقول له انت ذاكر ايه؟ تنجح. انت ذاكر تنجح، لما انت تذاكر هتعرف عقلك هيشتغل، ولما عقلك يشتغل عقلك هيكبر، وهتقدر ان انت تبقى اهل لان انت تبقى زي مين؟ زي باباك. يعني انت لو انت مثلا باباك دكتور تبقى دكتور، باباك مهندس تبقى مهندس، باباك اي حاجه يعني، وممكن تبقى احسن من باباك كمان، ده في العرف العالمي يعني. اهو المثل اللي احنا بنقوله ده لو ما حرصناش عليه العيال تطلع ايه؟ ها تطلع ايه العيال؟
لا حول ولا قوة، ما يطلعوش زي أهليهم، ما يطلعوش ناس. عشان كده تلاقوا الناس اللي متعلمة بيحرصوا كتير إن هم يعلموا إيه أولادهم، والناس اللي ما تبقاش متعلمة مش فارقة معاهم كتير، ويحط مجهود ولا لازم تتعلم ولازم تبقى كويس ولازم تبقى أحسن مني. المثل ده هو بالضبط المثل اللي احنا هنشوفه النهاردة في الإصحاح ده، إن ربنا بيقول لنا أنا بحبكم. طب يا رب يعني أنت عشان بتحبنا تقوم تاخدنا تقعدنا في البرية 40 سنة؟ يعني هي ده نظام حب ده؟ أنت عارفين دول كأني قاعدين في البرية بيعملوا إيه؟ بيأكلوا 1 meal for 40 years. إماجن أنت لو أنت يعني إحنا دلوقتي خلاص إحنا النهاردة بقالنا 48 يوم فطرانين ولا كده مش كده؟ لو أنا سألتك هتقول زهقنا يا أبونا بقى من اللحمة والفراخ والحاجات دي كلها، بقى إحنا عايزين نصوم، زهقنا خلاص من اللحمة مش كده؟ تخيلوا بقى 48 يوم، تخيلوا دول قعدوا قد إيه؟ 40 سنة يأكلوا من، ولما تمردوا ربنا ادالهم شوية إيه؟ سلوى، ويديهم وصايا، وكان مطلعهم من أرض إيه؟ أرض خضرة، أرض فيها من مهر النيل، أرض فيها بصل وكرات ولحم وقدور وسمك، وحاجة يعني كانت إيه؟ صحيح في عبودية؟ اه بالظبط كده. انا عايزكم تاخدوا المثل ده وتطبقوه على المثل اللي قلت لكم بتاع المدرسه. اهو واحد قاعد في بيت ابوه ما بيتعلمش، عامل زي العبراني اللي قاعد في مصر عبد. ليه؟ لانه صحيح قاعد ياكل كرات ولحمه وسمك بس عبد. طلعت نزلت هم شويه الطين اللبن اللي هتعملهم وعمرك ما هتفتح بقك، عبد زي بالظبط اللي ما راحش الايه المدرسه وقاعد يلعب في بيت ابوه ياكل ويشرب. لكن لما يروح المدرسة ويتعب، لما يروح البرية ويأكل وجبة واحدة، لما يمشي مع ربنا وربنا يمشي في القفر، عارفين قفر دي؟ مين فيكم راح سينا؟ أو يعني رمل رمل، صحرة صحرة، حاجة يعني صعبة. أما ياخده بقى هناك ويمشي في القفر ده، تبص تلاقي ده ما قدموش غير إن هو يسمع كلام مين؟ كلام ربنا. الشيطان يحارب وهم غلطوا كتير قوي، لكن في نفس الوقت ربنا عمل فيهم كده عشان ايه؟ يدخلهم مدرسة الطاعة. انا بقول لكم المقدمة دي لان هتلاقوا ايات شكلها صعب شوية. ربنا الحنين يقول له زليتك، زليتك ليه يا رب كده؟ انت تطلعني وتمشيني معاك وتقول لي زليتك؟ انا ما بفهمهاش زليتك بمعنى الذل الانتقامي، انا بفهمها بمعنى ايه؟ ذاكر يا ولد، اعمل الهوم وورك يا ابني، اشتغل. ليه؟ علشان اذا كنا احنا في العالم بنقول نبقى متعلمين زي اهالينا او احسن منهم، علشان نقترب من صوره الايه؟ الله اللي خلقنا على صورته ومثاله. تعالوا نشوف الاصحاح ده، هيجاوب الاصحاح ده برضه على تساؤل ليه ربنا بيسمح بضيقات لاولاده اللي ماشيين معاه واللي المفروض يسمعوا وصاياه. لان احنا كتير بنتحارب بالحته دي، يقول لك يا ابونا انا من ساعه ما جيت الكنيسه وانا مشاكل بقى مش عارف اخلص منها. لما ما كنتش باجي الكنيسه وما كنتش وكنت ممكن اكذب، ممكن احلف، اشرب، اعمل بتاع، كانت الامور ايه؟ ماشيه معايا. دلوقتي يا ابونا المواضيع متلخبطه. هو ايه يعني؟ طبعا، لان انت دلوقتي مزعل الشيطان، فالشيطان بيعمل ايه؟ بيحاربك. انا ما يهمنيش الحرب دي، يهمني الايه؟ الابديه. تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها، لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم. نص الآية الأولاني خاص بمين؟ بالناس. ونص الآية الثاني خاص بالإيه؟ بالريورد بتاع ربنا، بالبركة بتاعت ربنا. وأول حاجة يقول جميع الوصايا، لذيذة قوي جميع الوصايا دي. عارفين ليه؟ علشان في ناس احيانا يختاروا في الوصايا. يعني ايه يختاروا في الوصايا؟ يعني مثلا هو ممكن يقبل بعض وصايا وفي بعض وصايا يقول ايه دي ما تمشيش معايا. يعني مثلا يجي واحد يقول ايه موضوع الطهاره ده ما ينفعش القرن 21 وامريكا، ده الناس اللي كتبت الكلام ده كان الواحد بيتجوز ما بيشوفش مراته غير تاني يوم، لكن زي مثلا ابونا يعقوب. لكن هنا دلوقتي المواضيع مختلفه، اقول له لا ازاي؟ يجي واحد مثلا يقول لك ايه مثلا
موضوع محبة الأعداء ومحبة الكل، لا لا لا، منسس لما كانش فيها الشر بتاع اليومين دول. لكن لو ده كان موجود، ده كان أكيد ربنا قال إيه، ما يبقى عندك زي الفريش والعشار، ويقعدوا يقسموا في وصايا ربنا اللي ياخدوه واللي ما ياخدوهوش. ما ينفعش. ده في آية بتقول إيه، بتقول من أخطأ في واحدة ياريت، بتقول فصار مجرما في الكل. يعني مش فصار أخطاء في الكل، فصار مجرم. أنا مش عايز أسقل على ضمائركم، بس أنا بقول كلام ده ليه، يعني في فرق بين أن أنت لسه بتحفظ الوصايا واحدة واحدة، وبين أن أنت قررت مع نفسك أن دول مش تبعي، يعني أنا مش هعمل دول. لا، مفيش حاجة اسمها مش هتعمل دول. واضحة كده؟ ليه؟ لأن من أخطأ في واحدة فصار مجرما في الكل. ليه؟ هي مش تصعيب ولا حاجة، لأن اللي بأخطئ في واحدة يعني ما عندوش محبة، واللي ما عندوش محبة هيجرهم زي السبحة. والشيطان يقولك بس أنت إيه، اقبلني في أول خطية بس، يقولك إيه، عارف، بس لو تنظر نظرة شريرة ملكش أنت دعوة بالباقي، لو تاخد حاجة مش بتاعتك ملكش دعوة بالباقي، أنا كفيل بعد كده هشتغل عليك. التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملونها. يبقى الوصية تحفظها وتعمل بها، يعني لأن برضو الشيطان من خبسه يقولك إيه، يمشيك بموضوع أنصاف الحلول. يعني إيه؟ مصر تقرأ الكتاب اقرأه، مصر تقعد تحفظ آيات تحفظ، بس برضو دي ما بتخلوش يفقد الأمل إن أنت مش هتعمل. يعني في ناس ما بتقراش وفي ناس بتقرأ، في ناس بتقرأ وناس بتحفظ، وفي ناس بتحفظ ومع هذا ما يقراش وما بيسمعش وما بيحفظش لغاية دلوقتي ما ايه، ما فيش نتيجة. امتى ينتج؟ لما ايه، يعمل. عشان كده الكتاب قال لنا سامعين عاملين بالايه، بالكلمة. سامعين عاملين بالكلمة. كل الفترة ديت ربنا عايزهم يتعلموا يلتزموا بالوصية ويتحدوا ايه بيها. تحفظ الوصايا يعني تنشغل بيها، يعني تبقى في قلبك، يعني لما يبقى في موقف مش عقلك اللي يرشدك، ولكن روح ربنا من خلال آيات الكتاب المقدس هو اللي يرشدك. انت لما بتيجي لابونا تسأله ايه الهدف من سؤال ابونا، ابونا بيجاوبك بايه، بفلسفة ولا بالكتاب المقدس؟ بالكتاب، واحيانا بيرشدك برضو بناحية فكرية، لكن اساسا بالايه، بالكتاب. ربنا يجي في النص الثاني من الآية بيقول لكي تحيوا، يعني أنا لما أحفظ الوصية وأعمل بيها إيه، أحيا. وتكثروا، اللغة دي أنتوا سمعتوها قبل كده في الكتاب المقدس فين؟ مع آدم، مع آدم. إن دي بركة ربنا، ما مقصودش هنا الكثرة العددية بس، يعني ممكن يبقى لك أبناء روحيين، ممكن يبقى لك أبناء من خلال محبتك في قلبك المفتوح لكل أحد، مش بس الولادك اللي أنت بتولدهم بالجسد. لكن الكثرة هنا، يمكن نوح قدام ربنا بالثمانية اللي كانوا في الفلك كانوا أكتر من كل الناس اللي هلكت، يعني قدام ربنا كان قيمة نوح وولاده قدام ربنا كنفوس أهم بكتير من كل اللي هلكوا، اللي قال عنهم لا ما يعرفوش شمالهم من إيه يمينهم. وتدخل وتمتلك الأرض التي أقسم الرب لآبائكم. هنا بيشير لحتة ذكرها الإصحاح اللي فات بوضوح، أن أنتوا هتدخلوا وتمتلكوا، ليس الاستحقاق فيكم، ولكن من أجل حاجتين، مراحم ربنا والقسم اللي هو أقسم بيه لإيه، لآبائك. وتتذكر كل الطريقة التي فيها صار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر. وهنا يجي لكي يزلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصايا أم لا. الآية دي بعض ناس بتتعب منها، يعني أنا مشيت معاك تمشيني في القفر. القفر يعني إيه؟ القفر يعني صحراء، مفيش كوبات مية، مفيش حياة، مفيش راحة، مفيش حاجة تعزي النظر ولا حاجة تريح القلب، ولا زي ما هيتكلم عليها في آية بعد كده الأرض الجميلة دي. يقول لك ان ربنا سار بك الرب الهك في هذه 40 سنة في القفر لكي يزلك ويجربك. صعبه مش كده؟
في حد يذل، وده ربنا اللي في منتهى الحنان والحب يذل. ليه يذل ده؟ ها، من سهر الليالي نال ايه؟ نال العلا، مش كده؟ انا عشان كده حكيت له حكايه المدرسه دي في الاول. الذل هنا مش ذل للاهانه، ولكن لاسباب تانية كتير هنتكلم فيها. يعني انت لما بتعلم ابنك او بنتك ان هو يبقى راجل، بيطلع ايه؟ بيطلع راجل. طب ما انت يعني اديكوا اول حاجه بسيطه كلكوا عملتوها، على الرغم ان انا متاكد ان انتوا كلكوا حنينين وطيبين، بتعلموا عيالكوا يمشوا ازاي؟ بتوقفوا، واول ما يعمل كده انت تعمل ايه؟ بتشيل ايده، انت بتشيل ايديك وهو يعمل ايه؟ مره يمشي ومره ايه، وتقول باسم الصليب وايه، وتشيله. انت قصد تهدره في الارض كده؟ قصد تزله؟ انت عارفين النسر بيعلم عياله الطيران ازاي؟ ياخدهم لارتفاعات عاليه جدا، وبقى من العش على كتافه، وبعدين يروح من الارتفاعات العاليه دي رميهم، وبعدين يروح نازل تحتيهم وهم نازلين لغايه مستوى معين يلقطهم. لكن عاده هم في المسافه دي بيعملوا ايه؟ بيفردوا جناحاتهم. وايه اول درس في السباحه؟ ايه الايه؟ الغرق. لو ما شرقتش وشربت ميه عمرك ما هتتعلم تعوم. عمر ما غريزه الحياه اللي جواك هتخليك ايه؟ تتحاول ان انت تفايت باك. لذلك لما ربنا يقول لك يذلك ويجربك، ما فيش احن منه. ده هو ذله وتجربه، ما فيش احن منه. لكن حته يجربك دي، بعض الناس يعني القارئين للكتاب المقدس يقول لك ايه؟ استنى بقى، معلمنا يعقوب قال ان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا، ويجي موسى النبي هنا يقول ايه؟ يذلك وايه؟ ويجربك. يبقى في هنا ايه؟ في تناقض، مش كده؟ واحد بيقول الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا، وهنا يذلك وايه؟ ويجربك. لا يمكن ان انت تفهم ايه وانت فصلها عن التكست بتاعها بقيه الايه. لما يقول يعقوب ان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا، يبقى بيتكلم عن التجارب الايه؟ الشر. بيتكلم على التجارب اللي هي ربنا، ان كان ربنا ممكن يسمح لك مثلا بتجربه فيها شر بالنسبه لك. ده مش ممكن، لان طبيعه ربنا، يا ريت النقطه دي تبقى واضحه في ذهنكم، طبيعه ربنا نفسها ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش شر. عارفين دي زي ايه؟ زي ما انت تيجي تتعامل مع واحد او مع اتنين، واحد يبقى فيري انيسنت، يعني هو طبيعته ملائكيه كده. في اشخاص كده تلاقيهم طبيعتهم ايه؟ ملائكيه، وبعد كده تلاقيه راح مزعق لك مثلا، واخد بالك؟ وانت تستغرب كده، ايه اللي بيزعق ده؟ وفي واحد تاني وحش، قلبه وحش، وايه؟ ويحطك في موقف كده تو انسلت يو. فرق كبير جدا بين الاثنين، لان الاولاني ده عملها بايه؟ بمحبه ليك، زي ما كلكم زعقتوا لعيالكم. فيكم حد ما زعقش لعياله؟ ها؟ مفيش. لكن بمحبه ولمصلحته. لكن هنا لما، وده اللي بيتكلم عليه موسى هنا، يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك. خلي بالكم فرق كبير جدا. فرق بين ان ربنا بيحطك في تجربه زي السائغ ما بيحط الذهب في النار عشان يعرف عياره ويحرق الشوائب اللي فيه. فالتجربه هنا بتعرف ربنا قلب الايه؟ الانسان. وبين تجربه ربنا يسمح لك بيها انك تقع فيها وتضيع حياتك وابديتك، دي مش ممكن. ده اللي بيتكلم عليه مين؟ يعقوب. ان الله لا ايه؟ غير مجرب بالشرور ولا يجرب. غير مجرب، مش مجرب، غير مجرب. God is not tempted. غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا. يبقى ربنا هنا لما بيجرب حد أو بيزل حد ليعرف ما في إيه؟ قلبه. زي إيه؟ حاجة مشهورة قوي، تجربة المرض. أنا شفتها كتير مع ناس كتير، يبقوا مثلا ربنا سمح لهم بمرض شديد زي مرض السرطان، وتلاقي الإنسان دوت يبان إيمانه بقوة في التجربة ديت. تقول له عامل ايه؟ يقول لك اشكر ربنا، انا الحمد لله. وطبعا ابونا يقدر بخبرته البسيطة
يميز بين واحد بيتصنع وبين واحد بيقولها من قلبه. يعني بيحكم مرة على حد كان عنده إيدز كتجربة هو دخل نفسه فيها، فكان كل عمله إنه هو بيدور على علاقات يخش فيها ويكتب على المراية ويلكم تو ذا كلوب، لأن هو طبعا اللي كان لي علاقة بيه ده حصل له إيه، جاب له إيدز. فده القلب الشرير، دي التجربة القاتلة. لكن اللي احنا بنتكلم عليها هنا، ربنا بيسمح للإنسان في التجربة عشان أول حاجة يظهر معدن الإنسان، يظهر معدن إيه؟ الإنسان. لأن زي ما قلنا لو دخلنا شوائب تتحرق، لو دخلنا ذهب إيه؟ يتنقى. أول حاجة ربنا بيسمح للإنسان إن هو يتجرب بسببها إن هو يظهر هذا الإنسان. أشهر مثل، في أمثلة كتير يعني مش هاخد وقت فيها، لكن مثلين مشهورين وانتوا عارفينهم. المرأة الفينيقية لما المسيح قال لها إيه؟ ليس جيد أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لإيه؟ طب ده كلام يا رب، دي واحدة جاية بنتها عيانة وعايزة تخف، تقول له هي إيه؟ وأيضا الكلاب تأخذ من خبز الساقط من على موائد إيه؟ إحنا على فكرة أحيانا نفتكر إن إحنا بنحب بعض قوي، وبعدين لو حد فينا قرص على التاني يبان الحب ده بحق ولا إيه؟ ولا حب كده شكلي؟ لأن الحب لو بعمق، لو حبيبك فعلا بتحبه وقرص عليك أنت إيه؟ زعلش منه. لو أنت الحب ده حب يعني من أي نوع تاني مش هسمي، تبص تلاقي نفسك عملت إيه؟ زمجرت وكشرت وإيه؟ وسمعت وما يعني. وطبعا أحيانا تخش الخصام، ده مش حب خالص يعني. فربنا بيسمح بالتجارب هنا زي ما قال كده، ليعرف ما في قلبك عشان يبين معدنك. الآباء يقول لنا عشان الإكليل، عشان يكللك. يعني واحدة زي المرأة ديت كيف كانت تكلل على هذا الإيمان لو المسيح ما قالهاش كلمتين الشداد دول؟ لو المسيح قال لها حاضر تعالى ما خفف لك البنت بتاعتك وخلصت، كان هتاخد شهادة عظيم إيمانك؟ لذلك التجارب الله يسمح بيها بمقدار ما تستطيع، لأن برضو يعقوب قال أن الله لا يدعكم تجربون فوق طاقتكم، ودي لإظهار معدنك. إظهار إيه؟ معدنك. ولما تنجح إيه؟ تتكلل. عارفين في أي جوب دلوقتي يقولك عندنا بروموشن، البروموشن دي أنت عايز تتقدم ليها you have to go through إيه؟ تيست. تخش التيست نجحت تاخد الوظيفة، ما خدتش التيست تعمل ايه؟ تاخدش حاجة. واحيانا تاخد التيست ويقولك لسه الريورد مش دلوقتي. وطبعا اكبر مثل تاني ظهر للموضوع ده بدون ما اشرحه بولس الرسول والشوكة بتاعته، وانتوا عارفين يعني يطلع السماء التالتة ولا يكون عنده جرح ما بيخفش، مين يختار؟ السماء التالتة. تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه تكفي. يبقى ربنا بيسمح بالتجارب عشان الإنسان يظهر معدنه، وهنا قال له يعرف ما في قلبك أتحفظ وصايا أم لا، عشان يكلله، علشان يحميه. لأن أحيانا الإنسان بيخش بيتحارب بالكبرياء وبالذات وبيحصل له درافتنج من الحياة الروحية. التجارب كمان بتخلينا نيجي قريبين من ربنا، لأن التجارب هي أكتر حاجة بتخلي الواحد يركع على ركبه ويقول له إيه؟ كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. طول ما احنا أمورنا ماشية سلسة بتكون النتيجة إيه؟ يعني الناس اللي عايشة في بحبوحة دايما تلاقيها بعيدة عن ربنا، لكن الناس اللي بتمر بالتجارب ديت بتلاقيها بتجيت كلوز إيه لربنا. خامس حاجة أقولها إن التجارب دي بتنقينا، لأن مفيش حد فينا كامل إخواتي. يعني أيوب مثلا كمثل، ربنا سمح إنه هو يتجرب ومش جربه، ده عصره عصر، عارفين مكنة عصير القصب كده؟ عصره ليه؟ لأن كان في شوية بر ذاتي، لكن رجع كافئه بضعف كل اللي كان إيه عنده. يبقى التجارب ربنا، حتى لو ربنا دخل الإنسان في تجربة والإنسان ما نجحش فيها كويس،
يبقى ربنا بينقيه من ايه؟ من حاجة بتبعده. سادس حاجة ان كل ده بيخليني اقرب من ربنا واخلي اتخلص من خطايا واكلل وانقى واخد صورة ربنا. فكل ده يخليني انا ايه؟ اعكس الصورة الالهية بتاعت ربنا. عشان كده اللي يشوفك فعلا يشوف ربنا، يشوف المسيح. يبقى لما تقرأ لكي يزلك ويجربك ما تقفش عندها، تقول ايه؟ ليعرف ما في قلبك، اتحفظ وصاياه ام لا. وعشان كده في آية بتقول اختبرني يا رب، بتقول كده اختبرني ايه يا رب. حتى البابا شنودة كان ليه قول كده لطيف وبيخوف، يقولك ايه؟ الانسان اللي يعيش حياته كلها بدون تجارب عليه ان يراجع نفسه. ليه؟ لان معنى كده ان حياته لا تسير الشيطان عليه، يعني الشيطان راضي عنه يعني، وده معناه ان ابديته في ايه؟ في خطر. فربنا بيدينا تجارب لكي ايه؟ يزكينا ويدخلنا الى حضنه وان احنا نتمثل بيه. فازلك واجعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه ابائك. يعني ربنا ابتدى ياكلك اكل من نوع ايه؟ جديد. من ده ما حدش كله قبل كده. عشان كده لما جم يتحاوروا مع المسيح في يوحنا 6 قالوا له هم ايه؟ ابائنا ايه؟ موسى جاب لابائنا المن، قال لهم طب بس هم اكلوه ايه؟ وماتوا. فازلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه. طب يعني الايه دي تخوف اي واحد عايز يمشي في طريق ربنا؟ طب ما احنا كنا قاعدين، ايهما افضل؟ عبوديه المصريين ولا الذل والجوع واكل المن مع ربنا؟ مين افضل؟ العبره بالايه؟ بالنهايه. ازلك واجعك واطعمك المن ده نهايته فين؟ في ارض كنعان، واحنا بالنسبه لنا حضن الاب، لكن بالنسبه لهم القعده عند المصريين. ولا كان زمان كانش بقت فيه المشكله الفلسطينيه دلوقتي. لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. الآية دي سمعتوها قبل كده؟ السيد المسيح في التجربة على إيه؟ على الجبل. يعني من أسهل وأشهر التجارب اللي الشيطان بيوقع فيها الإنسان هي تجربة الإيه؟ الخبز. وبيوقعوا فيها بطريقتين، يا إما في الشراهة في الأكل ويخش ويبقى عنده هاي كوليسترول وديابيتس واثيروسكلروزس والدكاتره تشتغل والصيادله تشتغل، ويبقى بيصرف على الاكل من ناحيه واللي بيتفضل عنده بيصرفه على الدواء. دي الشراهه، والشراهه مرتبطه بخطيه تانية اسمها البطنه. سمعتوا عن تنبله السلطان؟ اقوال الاباء كتيره قوي في الحته ديت، يعني في اقوال كتير الاباء اقول لكم بعض منها ان شاء الله. الحاجة التانية ان هو مش لازم ان هي الطعام يبقى حاجة تتاكل، لكن يترجمها في حاجة اسمها لقمة العيش. لقمة العيش ان هي ايه؟ عايز أأمن نفسي. مرة كنت بتكلم مع واحد عنده 28 سنة وعنده بيزنس ناجح، ولقيته يعني very depressed. فبقول له مالك؟ قال لي انا متجوز وهخلف، هيخلف وعندي 28 سنة ولسه ما عملتش حاجة. قلت له يا ابني انت عندك بيزنس؟ قال لي بيزنس ايه ده؟ انا اللي زيي عندهم 2 و3. طبعا يعني طبعا ضحكت. ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي ايه بهما. مين يقدر ياكل اكتر من طاقته؟ يعني لا مؤاخذة، يعني المعدة اللي واكلة فول ولا واكلة ديك رومي في النهاية كله زي بعضه، وفي النهاية هما شوية اكل هتاكلهم وهتعيش. نحن نأكل لنحيا ولا نحيا لنأكل؟ نأكل لنحيا، مش نحيا لإيه؟ لنأكل. لأن في ناس تحيا لإيه؟ لتأكل، ودي تخش في شهوة الإيه؟ البطن. السيد المسيح قال الآية دي للشيطان لما قال له أنت جعان وأمر أن تصير هذه الحجارة إيه؟ خبز. فقال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. لو أنا حطيت عداد على بقك وعداد على ودنك،
عداد على بقك بتاع الأكل، وعداد على ودنك بتاع سماع كلمة ربنا. تفتكروا القراية بتاعت كل عداد في نهاية اليوم هتبقى شكلها ايه؟ أظن في عداد مش هيبقى في عداد هيجيله صرعة، هيجيله من كتر الايه؟ من كتر الأكل. وفي عداد تاني يا حرام عامل زي العداد بتاع النور المقطوع. هو كده، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. والشيطان يجي يقول لك إيه؟ كل فتحيا واجري ورا لقمة العيش ونقي في الأكل وخليك مش عارف إيه. كم مرة الناس بتتخانق على نوعية الأكل في البيت؟ كم مرة الناس بتتخانق على الأكل ده عجبنا ولا مش عجبنا؟ لو واحد ما بيصومش يحط قدام الآية بتاعت ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان دي يقدر يرد عليها؟ اللي ما بيصومش ده بيكسر قوانين الكنيسة ونقول له إيه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هي آية واضحة، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. يعني لما يكون نفسه في جوز حمام محشي يروح لسفر المزامير يقرأ له مزمورين، نفسه في بطة مش عارف شكلها إيه يروح لشعب بن سراخ ياخد له اصحاحين. انا مش بضحك، مش الانبا ابرام عمل كده؟ انت عارفين قصه الانبا ابرام لما نفسه خفته على الحمام وقال لتلميذي يعمل له حمام، وبعدين قال له حطه على اركنه عندك على الدولاب لما عفن، وبعدين قال له هاته يا ابني، وقال له نفسه كل بقى اللي اشتهتيه. طب تفتكروا هو كان قاعد من غير اكل المده دي؟ لا، كان بيتغذى بكلام ربنا، كان بيتغذى بكلام ربنا. آية 4 هتعزينا في القانون الروحي القوي الشديد بتاع آية 3. يقول له ثيابك لم تبلى عليك. طب يعني يا رب أنا أفهم إن بقدرتك الإلهية تخلي الهدوم لا تبلى، بس إزاي واحد يكبر 40 سنة والهدوم هي عليه؟ يعني دي يعني ربنا مش بيخلي خلايا الجسم بس تكبر، ده بيخلي إيه؟ حتى الهدوم بتكبر. لان تخيلوا مثلا لو عيل كان طلع معاهم وعنده سنة، على نهاية الرحلة دي كان بقى عنده كم سنة؟ 40 سنة. طب يعني يمكن غير مع ابوه، بس يعني اللي عايز اقوله ان يعني ربنا يعتني عناية تفوق الايه؟ الوصف. عشان كده لما بيقول لك ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، هو مش بيقولها لك ان هو بيمنعك من الاكل، ده بيوريك ان هو يستطيع. ده ربنا كان قلت لكم انا قبل كده انه كان يستطيع ان يخلي العصارات بتاعتهم دي ما تشتغلش، ما يحتاجوش اكل في الاربعين سنة دول. لكن هو قال لهم انا اكلكم وانا اعولكم، بس هاكلكم اكل معين. الشعب صام، مش الشعب صام مش 40 سنة، صاموا لغاية ما ادالهم السلوى، صح؟ اكلوا قعد ياكلوا من لغاية ما ادالهم السلوى. ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. لو حد فيكم ابتدى يمشي يلاقي لو مشي ساعة أو ساعتين رجليه إيه؟ تورم. دول قاعدين يمشوا قد إيه؟ 40 سنة رجليهم لم تتورم. دي حتة طبية باي ذا واي، يعني عشان لو أنت بتقرأ الكتاب المقدس ككتاب يعني لما يتعرض برضو، دي نقطة حلوة، لو الكتاب المقدس يتعرض لحقيقة طبية يذكرها إيه؟ صح، لكن مش لازم يذكر كل حاجة. فمعروف ان الانسان اللي يمشي ساعات طويله ان رجليه بيحصل ايه؟ بيحصل الليمفس بيبقى فيها شويه ميه وكده فبتتورم. قال له رجليك ما تورمتش. فاعلم في قلبك انه كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك. وده المثل اللي انا بتدلكوا بيه في الاول. عمركم ادبتوا ولادكم بغيظ وبكراهيه وبانتقام وان انت عايز يعني تدمره؟ لا، في ناس بتعمل كده، بس الناس دي ما بتأدبش عيالها. يعني في ناس بتأذي عيالها بس ما بيأدبوهاش، لكن اللي بيأدب ابنه عمره ما بيقدم ابنه بأسلوب فيه كراهية. لذلك ربنا عايز يقول لنا ان كل اللي هو بيعمله معانا دوت هو من الحب، هو حبه لينا مش كراهية لينا. كنت قلت لكم هقول لكم بعد اقول بقى على موضوع الاكل ده. يوحنا كليماكوس
اللي هو يوحنا الدرج السلمي، بيقول ايه؟ كن سيدا على معدتك قبل ان تسود، هي عليك الذي يرعى شره ويأمل في التغلب على روح الفجور، يشبه من يحاول ان يخمد النار بالزيت. واضحه؟ طبعا انتوا عارفين ان كل الناس اللي صامت قدرت انها تبقى قويه، وكل الناس اللي كسرت الصوم وخضعت للجسد ما قدروش ان هم يمشوا بطريقه صح مع ربنا. فاعلم في قلبك انه كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك، احفظ وصايا الرب الهك لتسلك في طرقه وتتقيه. كل اللي ربنا عايزه منك ان انت تعرف ان هو معاك، وان هو بيدخلك مدرسه اسمها مدرسه الحب علشان يطلعك ابن ليه لتتقيه. ليه ربنا بيعمل كده؟ الحته اللي جايه دي انا بشبهها بالاتي. افرضوا يعني فرضا ان انتوا ناس غني قوي وعندكم ثروات كبيره قوي، وبعدين عندكم عيال هياخدوا الثروه دي بعديكوا، تعملوا ايه؟ تخلوا عيالكم يلعبوا طول عمرهم كده وبعدين لما بعد عمر طويل يلاقوا نفسهم قاعدين بيديروا كل هذه الامور؟ ولا ايه الاب بيعمل ايه هنا؟ بيدرب ابنه. كل اللي ربنا بيقوله ده لان ربنا هيديهم ميراث، الميراث ده لابد ان هم يكونوا مستعدين ليه. ليه؟ هقول لكم قاعده ما تنسوهاش. الذي يطيع الله في القفر لا يتركه في جنة عدن، والذي يترك الله في القفر لن يطيعه في جنة عدن. جنة عدن هنا بقى مش جنة عدن، هي ايه؟ البحبوحة والراحة. يعني الانسان اللي بيمشي مع ربنا في ايام الضيق ما يقولوش ليه يا رب وانت ايه القسوة دي وليه بتعمل كده، ويتمرد على ربنا ويسيبه يروح يعبد الأوثان وكل الحاجات اللي عملوها الشعب إسرائيل دي. الإنسان ده لا يمكن يتخلى عن ربنا، عشان كده هو صفاهم على اتنين زائد الناس اللي كانوا فوق العشرين سنة، عشرين سنة بس ساعة ما ده حصل. فربنا ليه بيعمل كده؟ لأنه هو هيديهم ميراث. الميراث ده لو هم ما كانوش أمنا مش هيقدروا يتمتعوا بيه. ليه؟ تعالوا ناخدها خطوة خطوة. ربنا علمهم الطاعة، خرجهم من مصر وعلمهم الطاعة وعصوه فماتوا، وفي مجموعة أطاعته هيدخلها أرض الموعد. لو دخلوا أرض الموعد وطاعوه هيعيشوا ويبقى دول شعب مختار وأمة مقدسة وكهنوت ملوكي. لكن لو عصوه هيبقى ربنا هيعمل لهم إيه؟ هيبيدهم. يبقى كان أسهل يبيدهم فين؟ من الأول. لذلك هو بيحصنهم وبيعدهم للميراث. لأن الرب إلهك آتم بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال. أرض جيدة، أرض فلسطين أرض كويسة، أرض خصبة، أرض أنهار من عيون. يعني دي زي الفاونتن، عارفين الفرق بين البير والنبع؟ البير تنزل جردل عشان تطلع الميه منه، النبع الميه ايه؟ متدفقه، فبتعمل انهار. يعني شايفين هنا ان الميه بتطلع من تحت الارض وبتسري وبتجري في انهار. وغمار تنبع في البقاع والجبال، يعني ارض فيها ايه؟ راحه. ارض حنطه، الحنطه اللي هي ايه؟ القمح، وده جسد المسيح. وشعير، الشعير ده بياكلوه الايه؟ حيوانات. يبقى هيبقى لك انت غذاء والحيوانات غذاء، وكرم وتين ورمان. الكرم ده اللي هو الايه؟ الكرمة الحقيقية. يبقى احنا عندنا الحنطة والايه؟ والكرم. ده اشارات مستقبلة هنا. التين رمز للكنيسة. فتحتوا تينية قبل كده؟ عبارة عن ايه من جوه؟ ها فاكرين التينايه شكلها ايه من جوه لما تفتحوها؟ الشعيرات دي كلها. الشعيرات دي كلها ايه ماسكه فين؟ في جسم التينه. والشعيرات دي كلها بتمثل ايه؟ التينه. فده كان اشاره للكنيسه، الكنيسه اللي هتحيا بجسد المسيح ودمه ويتغذى اولادها
هي عاملة زي التينة. والرمان بقى ده ليه رمان؟ عصير لونه ايه؟ كنيسة شاهدة في استشهاد. خدتوا بالكو؟ الكرم هناخد منه عصير الكرم دم المسيح، والتين وحدانية الكنيسة اللي قوامها العدو ويطلع منها الدم، لأنها كنيسة شاهدة لإيه؟ لعرسها. شايفين؟ حنطة غذاء ليك بجسد المسيح والجسدك، وشعير لحيواناتك، يعني ليك حياة على الأرض، ودم المسيح وارتباطي أنا بالمسيح أغصان الكرمة، والتين رمز الوحدانية، والرمان رمز الإيه؟ إن يقول لك دايما خلي بالك من إيديك وهدومك كده. الرمان أرض الزيتون زيت الروح القدس وعسل. عسل إيه؟ كلمة ربنا. وجدت كلامك كإيه؟ كالشهد. كالشهد فأكلته. والشهد ده بنلاقيه فين؟ في العسل. طب ده ربنا عنده ثروة كبيرة قوي، يبقى ليه حق يعمل إيه؟ يقول له أزلك وأجربك. أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا، يعني مش زي آدم بعرق إيه جابينك تأكل خبزك. ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء. أرض حجارتها حديد، يعني إيه حجارتها حديد؟ يعني لما تفحت فيها حديد، دي حاجة كويسة. الأرض اللي فيها الجماعة بتوع المايننج، المعادن، التنقيب، حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. دي أرض بالنسبة لو احنا قلبناها هنا طبيعة دي وجيولوجيا وحاجات زي كده، أرض رائعة. أنا فاكر مرة سمعت وعظة لأحد الآباء يبين بركة ربنا لما تحل في المكان والعكس صحيح. فكان كان مصر دي كانت زمان مثلا، دي احنا بنتكلم على أرض فلسطين، لكن مثلا موضوع البركة هاخد على مصر. مصر زمان كانت هي مزرعة القمح بتاعت روما. مصر اللي دلوقتي مش لاقيين الرغيف العيش كانت هي مزرعة القمح، لدرجة ان لما كانوا حبوا يعملوا وشايات بين البطرك وبين الامبراطور، كانوا يروحوا للامبراطور ويقولوا البطرك بيقول للناس ما يبعتوش القمح بتاعهم روما، كأن مصر هتجوع ايه؟ روما. طب ايه اللي حصل؟ طبعا انتوا عارفين. فمتى أكلت وأكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. هل إحنا عندنا التدريب ده؟ كل مرة بتحط في بقك حاجة بترشم عليها الصليب وتطلب بركة ربنا وتشكر ربنا، ولا تقول تسلم إيديا؟ وهيقولك دلوقتي، هيقولك على موضوع إيديك دلوقتي، ولا تقول تسلم إيديا، ولا محدش يعرف، ولا نفسي مفيش زيه، ولا احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم. ليه بيقول له احترز؟ احترز دي فعل، يعني انتبه. ليه؟ لأن ده اللي بيعمله الشيطان. أول ما احنا نحس بالراحة كده نريح وننسى وصايا إيه؟ ربنا. طب وأنا النهاردة يعني الحد لما رحتش الكنيسة هيجرى إيه؟ لما جيش درس الكتاب هيجرى إيه؟ لما فتحتش الإنجيل هيجرى إيه؟ لما صليتش هيجرى إيه؟ ده هيجرى كتير، هيجرى ايه؟ كتير. السقوط بيبقى بتدرج وسريع. لألا اذا اكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر لك كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. الحتة ديت فيها كلام كتير على مشكلة يقينية الغنى. يقينية الايه؟ الغنى. انا قلت لكم ان اعلى نسبة انتحار في سكندنافيان كونتريز نتيجة ايه؟ نتيجة اللكشري لايف اللي عندهم. كل اتنين عندهم تلات عربيات، بيدفعوا 60% ضرايب بس ما بيعملوش اي حاجة، يعني كل حاجة سبونسر بالجوفرمنت، فانت مش مسؤول غير عن اكلك بس. فلما تيجي تقول لهم ربنا يقولك هعمل لي ايه؟ ليه؟ ربنا بتاعهم هو مين؟ الحكومة.
عشان كده ربنا بيحذر اهو، بيقول لك، ودي مشكله كتير من الغناية، يوم ما بيبقى مؤدب قوي يقول لك انا ما عنديش وقت، ما يبقى مؤدب يعني. لكن لو قال لك اللي هو مقتنع بيه، لان اللي انت مقتنع بيه هتعمله، لو انت مقتنع ان ابديتك مهمه وجود ربنا في حياتك مهم هتلاقي له وقت. لو انت مقتنع ان ده موضوع ثانوي للناس الفاضيه واللي مراهش حاجه والمعاشات، وده كان ظاهره في امريكا، كنائس امريكا كتير من اللي بيحضروها ناس ايه، كبار، ناس كبار ريتايري. ليه؟ لان الشباب مش مقتنعين بالموضوع ده دلوقتي. فدي تجربه بنخش فيها اسمها يقينيه الغنى، هيشرحها اكتر. الذي صار بك في القفر العظيم المخوف، مكان حياه محرقه وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي اخرج لك ماء من صخره الصوان. ربنا عمال يفكرهم، بيقول له صار بك في القفر العظيم المخوف. عارفين احنا ليه بندرس كل ده؟ لان كل ده بيمثل ايام غربتنا على الارض. احنا مش هنعبر الاردن، احنا عبرنا الاردن خلاص، اللي هو ايه، المعموديه، لكن احنا عندنا عبور اخر، هو العبور الى ايه، الى السماء. لذلك ربنا بيقول لنا ما تنسونيش وانتوا عايشين على الارض، لو انتوا عايزين يعني الاصحاح ده في كلمتين، ما تنسونيش وانتوا عايشين على الارض. ما تعيش بطريقة اللي قدامي أؤمن بيه واللي مش قدامي ما صدقوش، ما تعيش بالطريقة دي، لأن ربنا بيقول لك أنا صرت بيك في القفر العظيم المخوف. القفر العظيم المخوف ده هو العالم اللي احنا عايشين فيه. احنا حوالينا أعداء كتير يريدون ايه، هلكنا. مش أعداء عشان ياخدوا فلوسنا ولا يسرقونا ولا موتونا كده، الشياطين، الشيطان مش عايزنا ان انا اوصل للأبدية. العالم فيه محاربات كتير جدا بتتمثل في الشيطان وفي اعوانه، يمكن في مصر ظاهره واضحه مكشوفه، هنا موجوده. اوعى تفتكروا ان هنا الاضطهاد بتاع العالم لربنا اقل من مصر، بس في مصر واخد صوره اضطهاد ديني، هنا واخد صوره اضطهاد اباحيه ودراجز وفري ويل وكل ده. لكن هي المحصله في النهايه ايه، واحده، إن ده عايز يبعدك عن مسيحك وده هيبعدك برضو عن مسيحك. بس اللي هنا ده أنا بسميه كانسروجينيك. ليه؟ لأنه ما بيقفش قدامك يقول لك اتخلى عن دينك. يعني في أحداث الكشح من الناس الشهداء اللي احنا بنفتخر بيهم، ولد نزلوه من عربية وقالوا له انكر المسيح وقول الشهادة. قال لهم أنا ما انكرش المسيح وأؤمن المسيح يسوع هو يا ربي وإله، راحوا ضربوه بالنار. دوت إيه؟ ده شهيد، لان ده كان قدامه فرصه ان ينكر ويعدي، لكن ده شهيد. ده الشيطان بيحاربه ايه، وجها لوجه. لكن هنا ما بيقولكش كده، انا بقول لك بلاش كنيسه، بلاش مراتك دي دمها تقيل، صاحبتك اللي في الشغل دي امريكانيه وما يفرقش معاها الجواز، مش عارف زميلك اللي مش عارف فين ده استلطفيه، كلام زي كده. وبعدين في الاخر تلاقي المحصله ايه، واحده. لان اذا كان المدفع الرشاش بيقتل، لكن الخطيه يقولوا عليها كل قتلها ايه، اقوياء، قتلاها يعني، برضو الخطيه بتعمل ايه، بتقتل. فاحنا ربنا سندنا في القفر ده، مكان حيات محرقه، تعابين حوالينا وعقارب وعطش حيث ليس ماء، العالم ما بيرويش. الذي اخرج لك ماء من صخره الايه، الصوان. يعني الصخرة اللي ما فيهاش، الصخرة دي لما بيلاقوا صخر بيبقى في احتمال ان يكون فوقيها مية. يعني في اللي بيدرس فيكو جيولوجيا يعرف ان التشكيلات الصخرية ممكن تحتجز مية، ممكن تحتجز غاز، حاجات بترول، حاجات زي كده. لكن هنا بيقولك ان هو طلع لك من الصخرة نفسها مية، ودي بتعزينا لما يكون قلبي من النوع الايه، الجرانيت. عارفين في قلوب كده ايه، ماركة ايه، صوان. فبيقول لك ربنا هيخرج منه ماء، يعني الروح القدس يستطيع ان هو يعمل في هذا القلب. الذي اطعمك في البريه المن الذي لم يعرفه ابائك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن اليك في اخرتك. انا مش عايزك تتعبوا من يذلك ويجربك، لان ربنا كله حنيه، لكن هو قالها ووضحها هي لكي يحسن اليك في ايه، اخرتك. يا بخت اللي بكى عليا وايه، وبكاني وبكى عليا، عكس مين اللي ضحكني وضحك الناس عليا.
الشيطان عايز يعمل فيك ايه؟ يضحكك ويضحك الناس عليك. ربنا هيعمل فيك ايه؟ هيقرص لك ودنك، لكن هي ايه؟ هيكللك. ولألا تقول في قلبك قوتي وقدرة يداي اصطنعت لي هذه الثروة. كتير بنخش في التجربة ديت، احنا بس بنقولها بطريقة تانية دلوقتي. اشيك انت مش عارف انا مين، انت مش عارف انت بتكلم مين. يا عم تراب يا اخي، قوتي وقدرة يداي اصطنعت لي هذه الثروة. تالي بولس الرسول لما قال به نحو نتحرك ونوجد كان فهمها صح، وعرف ان ايه ليست بيدنا احنا. بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي اقسم لابائك كما في هذا اليوم. سر القوة لله لا ايه؟ لا منا. سر القوة لله لا منا. هيختم الاصحاح بتحذير ويقول له كده، ان نسيت الرب الهك وذهبت وراء آلهة اخرى وعبدتها وسجدت لها اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون لا محالة. ورس الرسول ليه مناقشة جميلة جدا اما اتكلم على الزيتونة الاصلية والزيتونة البرية. الزيتونة الاصلية دي كانت مين؟ شعب اسرائيل. شعب اسرائيل. فقال كده، قال ربنا ما تحننش على الزيتونة الاصلية لما هم رفضوه، فما بال الزيتونة البرية اللي هم مين؟ اللي هم احنا الامم. لذلك هو بيقول لهم كده، بيقول لهم يعني انا حبيت 7 ممالك قدامكم، بس ما تفتكروش ان دي جرانتد، ان دي حاجة ايه؟ تطيع تملك، ما تطيعش تباد. ونفس الشيء المسيح جه ومات على الصليب وقال كده، من امن واعتمد ايه؟ خلص. طب وبعد ما اؤمن واعتمد وانكر المسيح بحياتي وباعمالي يقول لي ايه المسيح؟ عارفين انتوا في متى في الاخر لما قال ايه؟ كنت جوعانا وعطشانا ولم اذهبوا ايه؟ بينما التانيين بنفس الافعال قال لهم ايه؟ تعالوا الي يا مبارك يا ابرسوا. كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون. ودي نقطه مهمه جدا. احيانا احنا بنتحارب بحته التميز، اتحارب بيها شعب اسرائيل واعتبروا نفسهم خلاص هم شعب ايه؟ الله. واحنا احيانا نتعامل مع الناس بره بحته التميز. يعني ممكن واحد يكون غير مؤمن وفي خلال كم سنه يؤمن ويعمل اعمال صالحه ويعيش حياه مقدسه ويدخل الملكوت، واحد مولود في الكنيسه ومتعمد وعايش حياه بالطول والعرض خطيه خاطئه جدا، وبعدين ربنا يقول له اذهبوا عني لا اعرفكم. مش صح كده؟ لذلك الآية اللي بنحطها دايما جنب الآية 19 و20، تمموا خلاصكم بخوف ايه؟ ورعدة. ان كنت تظن انك قائما فاحرص الا ايه؟ تسقط. مفيش حاجة اسمها خلصت وخلاص. اخواتنا اللي بيقولك انت خلصت وخلاص وانت عرفت المسيح مجدا هللويا، طب هو الشيطان بطل شغل يعني؟ عرفت المسيح طب وبعدين؟ تمموا خلاصكم بخوف ورعد. اذا كنت انا شايف ان انا ما بخطيش ما بعملش خطايا وكده اكمل حياتي كده، لكن كل ما اقرب من المسيح زي ما اقرب من الشمس الاقي خطايا بتظهر في حياتي واقول له توبني يا رب فايه؟ فاتوب. ربنا اب حنين يريد ان نلتصق به من خلال طاعتنا لوصيته، وله كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.